بكم أيها الأحبة في أمسية الليل، نتابع أيضا تفاصيل العطاء الوطني في قطاعات مختلفة. نتحدث في هذه المحطة عن برنامج اعتماد الذي يعنى بتطوير الكفاءات العمانية في القطاع الخاص. مؤخرا تم تخريج الفوج الأول من الدفعة الأولى، التفاصيل برفقة ضيوفنا في استوديو برنامج من عمان. أرحب باسمكم مشاهدينا بالدكتورة ياسمين بن شنان البلوشية، مديرة مشروع اعتماد. مساء الخير دكتورة. مساء الخير. وأيضا نرحب مشاهدينا بالمهندس محمد بن سالم البوسعيدي، عضو اللجنة الإشرافية لبرنامج اعتماد. مساء الخير المهندس محمد. أبدأ الحديث معك مهندس، نتحدث نعرف المشاهد الكريم بفكرة برنامج اعتماد، وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أولا على هذه الاستضافة، وبداية حقيقة نبارك لخريجي الدفعة الأولى أو الفوج الأول من الدفعة الأولى لهذا البرنامج، نبارككم على إتمام البرنامج وتخرجهم، ونعتبرهم حقيقة سفراء لبرنامج اعتماد في القطاع الخاص العماني. كذلك نبارك للشركات المحتضنة لهذه الكفاءات الوطنية، ونتمنى لهم أيضا التوفيق، ونشكرهم على إيمانهم بالكفاءات الوطنية وأيضا بالشباب العماني. طبعا فكرة البرنامج حقيقة قد تكون بدأت من مجلس الشورى من خلال دراسة قبل عدة سنوات عن تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص العماني. وهذه الدراسة أظهرت أن هناك تقريبا 50,000 وظيفة قيادية وإشرافية في القطاع الخاص، ولكن نسبة العمانيين لم تتجاوز 20% من هذه الوظائف أو العاملين في القطاع الخاص، أي بواقع 10,000 من 50,000 يمتهنون لهذه الوظائف. الدراسة أوضحت أن من بين التحديات الأساسية هي مسألة المهارات القيادية اللي يحتاجها العاملين في هذه الوظائف القيادية. وأيضا أظهرت الدراسة أن الشركات كانت تلجأ للقيادات الجاهزة، عمانية كانت أو غير عمانية، فكانت الكفة دائما في القيادات الوافدة. وأوصت الدراسة بأهمية إيجاد برنامج وطني ذات مستوى عالي لتأهيل الشباب العماني العاملين في القطاع الخاص ليقود القطاع الخاص في الفترات المقبلة. وبالفعل عرضت الفكرة من خلال برنامج تعزيز التنمية الاقتصادي، برنامج تنفيذ من خلال مختبر سوق العمل والتشغيل كمبادرة من مبادرات البرنامج، وأعد تصور للبرنامج وتم إقراره في خلال المختبر وبشكل رسمي. وبعد المختبر تم تشكيل فريق لإعداد لهذا البرنامج، وكلفنا من ضمن مجموعة من الشباب العماني لنقوم بإعداد تصور كامل للبرنامج، واليوم ولله الحمد أصبح واقع معيش. ممتاز. وكان هناك أيضا مسار تدريبي تم تصميمه بدقة وبإحكام لتطوير هذه الكفاءات الوطنية، نتعرف دكتورة من خلالك على هذا المسار التدريبي ومدة البرنامج والأعداد أيضا لهذه الفوج بشكل شخصي. أكيد طبعا، احنا قبل ما بدينا الإعداد للمسار التدريبي طبعا تم مناقشة القطاع الخاص، إيش متطلبات المهارات القيادية اللي يريدوها في القطاع الخاص، ما هي المهارات القيادية اللي يعني محتاجينها الشباب العماني في الفترة الحالية مع التحديات الجديدة. أخذت هذه المهارات في عين الاعتبار، وتم تصميم المسار التدريبي مع جهات عالمية، المركز الإبداعي للقيادة في الولايات المتحدة، عملنا معهم بشكل مباشر. طبعا تم تحديد مسار تدريبي متنوع ما بين الصفوف الصفية، طبعا ما بين المشاريع الجماعية، وما يميز البرنامج أيضا وجود توجيه مهني لكل شخص موجود معنا في التدريب البرنامج. طبعا هذه بالنسبة لنا التوجيه المهني ضرورة، لأن بعض القيادات قد يكون في مهارات معينة يريدوا يكتسبوها، يعني في تفاوت بين الأفراد في مهاراتهم القيادية، فهنا جاءت يعني التوجيه المهني لهؤلاء الأشخاص. طبعا البرنامج تميز انه صحيح ان المسار التدريبي بالنسبه لي فتره زمنيه على مدار 4 أشهر، لكن ما يتوقف البرنامج التدريبي على 4 أشهر. يعني احنا عملنا اليه متابعه، ما يميز هذا البرنامج عن البرامج الاخرى انه في اليه متابعه للخريجين بعد المسار التدريبي. حبينا نعرف استفادتهم من البرنامج، تطبيقهم للمفاهيم اللي تم
أخضع في البرنامج، وأيضا كنا نشوف ما هو المسار المهني لهم. هل تم إعطاء هذا الشباب فرصة مثل ما ذكر مهندس إنه هل أعطى لهم الثقة، هل أعطى لهم الفرصة حتى يثبتوا كفاءتهم وبالتالي يتقلدوا مناصب قيادية أو لا؟ ولله الحمد يعني فخورين جدا مع تخريج الدفعة الأولى، الفوج الأول من الدفعة الأولى بالأمس. نسب تمكين هذه القيادات وصلت ل 11% في أقل من عام. طبعا بالنسبة لنا 11% في أقل من عام في عام استثنائي بالضبط، يعني يعتبر نسبة جيدة ومؤشر جيد يعني لهذه الكفاءات. هذا معناته أنه أن القطاع الخاص يعطي أرضية، يعطي ثقة أكبر للشباب العماني. نعم، خاصة مع توجه كبير من الحكومة من رؤية عمان 2040 إلى زيادة نسب العمانيين في القطاع الخاص. هنا أنا أتحدث عن برنامج اعتماد المهندس، هل يضمن البرنامج إلى وصول العماني إلى الإدارات العليا والمتوسطة؟ يعني هل هناك اتفاقات نستطيع أن نقول، أم هي على حسب الشخص؟ نحن نجهز الشخص والشخص هو من يعني يبحث عن فرصته في هذا القطاع. نعم، يعني البرنامج مثل ما ذكرت جاء يعني استجابة لاحتياجات القطاع الخاص ورغبة القطاع الخاص في وجود قيادات عمانية مؤهلة. ومثل ما ذكرت الدكتورة هناك تنسيق مع القطاع الخاص. المسألة ليست إلزامية بقدر ما هو اقتناع القطاع الخاص أولا بالكفاءات الوطنية، اقتناع هذا القطاع الخاص أيضا أو الشركات بمستوى التدريب والتأهيل مثل ما ذكرت الدكتورة أيضا، يعني على مستوى عالي جدا، مستوى عالمي، مؤسسات عالمية لا يعني يعتبر من أفضل 10 مؤسسات عالمية في هذا المجال في تدريب هذا النوع من الدورات. وبالتالي القناعة يسبق مسألة الإلزام، ولكن لا شك أنه أيضا وزارة العمل تنظر أيضا مستقبلا عن وجود نسب معينة للتعمين في هذه المستوى من الوظائف. قد يكون هناك تشريع ملزم، ولكن قبل الإلزام أعتقد أن الحكومة اتخذت يعني إجراء موفق أن إعداد القيادات تكون جاهزة حقيقة متى ما كان هناك يعني إلزام للشركات. وحقيقة في واقع الأمر أنا ذكرت النسبة حدود 20% وهي تختلف من قطاع إلى قطاع. نعم، هناك قطاعات حقيقة نجحت بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وأيضا يختلف من شركة لشركة. بعض الشركات قد تكون مستويات جدا وصلت إلى 30% وبعضها ربما دون 5%. الآن مع وجود هذا البرنامج أعتقد يعني أصبح لم يعد هناك عذر للشركات بعدم وجود قيادات مؤهلة. وعلى وجه التحديد هناك مجموعة كبيرة جدا من العمانيين العاملين في وظائف تخصصية ممن يمكن حقيقة إدخالهم في هذا النوع من البرنامج. البرنامج طموح، يتكلم عن عدد يصل إلى 10,000 عماني لتأهيلهم خلال السنوات المقبلة. طبيعي. وأنا أعتقد أنه رقم يعني قابل وقادر للتطبيق خلال الفترة المقبلة. كيف يتم اختيار هؤلاء المتدربين دكتورة؟ هل في معايير معينة، اختبارات متقدمة أيضا في هذا السياق؟ نعم، طبعا ترشيح لهؤلاء المنتسبين للبرنامج يكون عن طريق الشركات نفسها. تم دعوة القطاع الخاص لترشيح الموظفين، لأن اعتماد تدريب الموفر لموظفين موجودين في القطاع الخاص، لكن نريد نأهلهم للقيادات. فتم الترشيح من الشركات للأشخاص اللي يشوفوا أنه عندهم مسار قيادي في المستقبل. طبعا هؤلاء الأشخاص كان عندهم تقييم في بداية البرنامج، يعني في الفوج الأول على سبيل المثال كان عندنا ما يقارب 800 متقدم في التسجيل. بعد العمليات التقييم والفلترة يعني وصلنا يمكن في عدد 291 شخص فقط. نعم. طبعا هذه الاختبارات كانت اختبارات دولية، ما هي اختبارات تحريرية بكثر ما أنها ترى في السمات الشخصية، الفكر القيادي، اتخاذ القرارات، وهذا الجانب القيادي من الشخصية. وبالتالي بعد التقييم المختبري، يعني كانوا في المختبرات، كان هناك في طبعا المقابلات الشخصية مع كل فرد من هؤلاء. مثل ما قلنا يعني اللي دخلوا البرنامج مش كل حد اللي سجل في البرنامج. نعم. فعملية التقييم كنا جدا حذرين ان اللي يدخل ينتسب للبرنامج يكون شخص عنده السمات القيادية وعنده الصفات القيادية وعنده فعلا خط قيادي ممكن ياخذه في قطاعه وفي مؤسسته.
نعم يعني وأنتم تتحدثون أيضا تتحدثون عن تحديات كانت تواجه هذه في تأهيل هذه القيادات بشكل عام، وجاء اعتماد ليذلل بعض من هذه التحديات. المهندس أنا أريد أستوضح أيضا من خلالك أهم التحديات تحول من وصول اليوم العماني إلى الإدارات العليا والمتوسطة في القطاع الخاص بشكل عام. يعني بشكل أساسي حقيقة كان مسألة المهارات اللي تحتاج هذه الوظائف حقيقة، وهذا يعني حق مشروع للشركات أنه تحصل على العماني المؤهل أو الشخص المؤهل لهذا النوع من الوظائف. أيضا يعني حقيقة الأمر أنه تكلفة إعداد القيادات يعني مثل هذا البرنامج مكلفة حقيقة، وكنا نرى أيضا أنه ربما ليس من السهل على القطاع الخاص أو الشركات العائلية أن تقوم بتأهيل العمانيين بهذا المستويات، وهي لا تضمن حقيقة أنه ربما الشاب قد يبقى لفترة طويلة معه. فبالتالي رأينا أيضا أن هذا من الواجب الوطني أيضا، مثل ما الحكومة أيضا تستثمر في الشاب إلى أن يصل إلى يدخل سوق العمل. أعتقد هذا الاستثمار يجب أن يستمر، لأنه أيضا ذكرت رؤية 2040، رؤية 2040 تتكلم عن كفاءات الوطنية، تتكلم عن أهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو من يقود حقيقة الاقتصاد في الفترة المقبلة، ويتكلم عن قطاع خاص ممكن وأيضا يدير قطاع تنافسي. أيضا من جانب آخر يتكلم عن سوق عمل بكفاءات وطنية. فبالتالي البرنامج نعتقد أيضا ينسجم بشكل كامل أيضا مع توجهات رؤية 2040 وأيضا مع أهداف 2040 واستثمار في محله. إذا تكلمنا عن التشغيل بشكل عام حقيقة، متى ما وجدت كفاءات وطنية أكثر في الوظائف القيادية والإشرافية، كل ما كان أيضا بيئة العمل بالنسبة للشباب العماني أكثر جاذبة، وأيضا ربما أيضا إعطاء الأولوية للداخلين الجدد من الشباب العماني يكون أسهل وأفضل، يعني مع وجود قيادات عمانية متمكنة في القطاع الخاص. ممتاز. وذكرت أيضا الدكتورة ياسمين ميزة من هذا البرنامج أنه يتم متابعة الخريجين حتى بعد انتهائهم فترة المسار التدريبي. إيش آلية المتابعة اللي تتبعونها في هذا الإطار؟ طبعا عندنا فريق مختص لآلية المتابعة يتابع هؤلاء الخريجين بعد التخرج بثلاثة أشهر. نريد نشوف بعد التخرج أين هؤلاء، هل ما زالوا في شركاتهم، هل ما زالوا على نفس السلم الوظيفي، هل في تطبيق لما مارسوا في البرنامج أو تعلموا من خلال المشاريع الجماعية. طبعا هذا الفريق راح يتابع الخريجين على مدار السنة أكثر من زيارة. الآلية اللي نتبعها في الوقت الحالي هي مقابلات شخصية مع شخص، مع مدراءه، مع زملائه ومحيطه في العمل. يعني احنا نحاول نشوفه من زوايا مختلفة، ما فقط شخص يعني خبرنا انه هل هو فعلا مستفيد من البرنامج. نريد نشوف أثر هذا البرنامج في بيئة العمل، وفي نماذج متحققة فعلا في القطاع الخاص، في نماذج معينة فعلا وصلت من هذا الفوج او لسه ما عندنا قصص نجاح مميزة جدا، وجدا فخورين بهؤلاء الشباب انهم قدروا يقنعوا القطاع الخاص، قدروا يقنعوا مؤسساتهم انهم يعطوهم الثقة. كثير منهم تقلط مناصب إشرافية وقيادية في هذه الفترة البسيطة، وأعطيت لهم مسؤوليات أكبر. يعني كان عندنا قصص نجاح أمس في حفل التخرج، كانوا يتكلموا عن كيف بعد الاعتماد كيف أثر هذا البرنامج على شخصيتهم، على فكر القيادي، على التخطيط الاستراتيجي. وبالتالي لما يكون في تغيير في هذه الشخصية بهذه الطريقة، طبعا هذا واحدة من الأساليب اللي ممكن يقنع فيها المؤسسة. نتحدث عن 10,000 شخص راح يستفيد أيضا من هذا البرنامج. أختم هذا الحديث معك المهندس، أيضا تطلعاتكم القادمة فيما يتعلق بتجويد اعتماد من عدة نواحي. يعني برنامج اعتماد مثل أي برنامج آخر يعني سوف يخضع لتقييم مستمر وأيضا تطوير مستمر، لأنه أيضا القطاع الخاص قطاع يعني متجدد متطور، وأيضا التقنيات تختلف، وأيضا حتى المهارات تختلف من وقت. وبالتالي هناك تقييم مستمر لمحتوى البرنامج، وأيضا الشركات المنفذة للبرنامج سواء محلية أو عالمية. يعني هناك فريق البرنامج يقوم أيضا بتقييم مخرجات كل فئة، وأيضا هناك إشراك حقيقي للقطاع الخاص من مرحلة الإعداد للبرنامج وأيضا التنفيذ للبرنامج، وإشراكهم أيضا حتى بعد التنفيذ. فبالتالي كل الشركاء يعني جزء من عملية التقييم المستمر وأيضا التجويد. وحقيقة الرقم
تكلمنا عن 10,000، نحن نعتقد ايضا يعني البرنامج راح يعني يستمر اكثر من هذا الرقم ان شاء الله. باذن الله نبارك للدفعه الاولى، ونشكركم ايضا على حضوركم الليله في برنامج من عمان للحديث عن مشروع اعتماد بشكل عام. شكرا لكم المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو اللجنه الاشرافيه لبرنامج اعتماد، والدكتوره ياسمين بن شنان البلوشيه مديره مشروع اعتماد. شكرا جزيلا لكم. شكرا. ونتواصل معكم مشاهدين الأحبة في المتابعة الأخيرة إنجاز طلابي على المستوى الخليجي، ابقوا معنا.